سلام البنات، اهلا وسهلا بكم من جديد. كنقول دائما نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. كما كتلاحظوا احنا في مرجان اليوم السبت 14 مارس مع الربعة ديال العشية. كما كتلاحظوا جيت نتقدى شوي ديال السلعة. الخير البنات موجود تبارك الله، كل شيء متوفر وبكثرة. هانتوما معايا غتلاحظوا تشوفوا الصور وما غتبين لكم، مع العلم انهم كانوا مانعين التصوير، كيخليوش الناس يصوروا. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتشوفوا وتلاحظوا بان بعض الفيديوهات اللي طرمات اللي تلاحظت في اليوتيوب كاينين بزاف منها فيديوهات خاطئه اللي كيبينوا للناس ان الهلع وان السلعه قليله وان مرجان خاوي. هانتوما غتلاحظوا بان مرجان يعني ملي مشينا تبارك الله الخير موجود. وفوق هذا الشيء كاين النظافه، عمال النظافه واقفين برا مع ديك الكراس اللي كندخلوا معايا في يدينا بالبرودوي، كيرشوا كيمسحوا الكروسه كامله بالجهه ديال اليدين ويضربوا بها كامله كيمسحوها، عاد كيعطيوها لك معقمه باش كتدخلي تقداي. يعني الناس خدامين الخدمه ديالهم. وهانتوما غتلاحظوا شوفوا الخيورات تبارك الله خير موجود، يعني بلا هلع بلا الانسان يتقدى. داكشي علاش قد التقضيه العاديه ديالو بلا ما يديروا الفتنه. راه بعض الصور يمكن قديمه العلم الله لاش كتراجع حطوها ديال الاروقه خاويه من السلعه، هادشي انا ما شفتوش من قبل. هادشي دزت الكارفور حتى هو السلعه موجوده الخير موجود. وهانتوما كتشوفوا يعني كل شيء كاين، اي حاجه كاينه. انا مازال كاين صورت لكم غير بعض اللقطات ماشي كل شيء. شوفوا الحليب تبارك الله الكميه باش محطوط، يعني كلشي كلشي تبارك الله محطوط بكميه كثيره. غنخليكم تشوفوا والاثمنه ناقصه، ماشي ما كاينش زعما شي ثمن خيالي اولا زايدين في الاثمنه اولا. خير موجود والثمن مناسب، ما كاين لا زياده لا والو. بالعكس كاين بعض الحوايج اللي دايرين فيهم لي بروموسيون، بحال دابا هنا القهوه هذه كاريو معروفه بها تطوان، دايرين جوج والثالثه فابور. يعني بزاف د الحوايج لاحظت، يعني الخير موجود بمعنى الكلمه. الحمد لله على بلادنا فيها كل شيء موجود، وكاين النظام كاين، يعني ما كاين لا هلع لا والو. الناس كتقدى عادي وما كاينش حتى الناس بزاف الا لاحظتوا، يعني ما كاينش الناس بزاف. انا من بعد غنصور لكم حتى لي كيس يعني خاويين دي بلاصه الخلاص، يعني الناس قلال اللي كيوقفوا كيخلصوا كيمشي بحالاتو. وكنتمنى هذا الفيديو البنات يعجبكم، وانتم بقاو مع هذه الصور.